اللهم بك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك نشور. يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا، وهب لنا الصحة التامة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وكلنا، ولا تكن علينا، لا نعرف إلا إياك ولا نعبد ربا سواك. يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. هو ابن محافظة المنوفية وشيخ الأزهر السادس عشر، هو صاحب الحاشية الذي كان دائما ما يحرص طلاب العلم والأمراء والوجهاء على حضور مجالسه العلمية. هو الشيخ الباجوري في مصر أرض المجددين. تمثل مشروعه التجديدي في موقفه من التراث دراسة وتأليفا، وهو الذي ألف حاشيته الماتعة سواء في العقيدة أو في الفقه، وفي رفضه إخراج الأقباط ظلما من مصر، فكان مشرفا للإسلام والمسلمين إلى يوم الدين. رحم الله الإمام إبراهيم الباجوري رحمة واسعة. فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بك مولانا. اليوم نتوقف عند محطة المجدد وصاحب الحاشية العلامة إبراهيم الباجوري، ويعني عزيز علي لأنه بلدياتي من نفس المحافظة، يعني من المنوفية، فماذا يقول عنه فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كثير من الناس يقول الشيخ إبراهيم الباجوري، وناس تقول الباجوري، لكن هو كتب في كتبه يقول العبد ذي التقصير إبراهيم الباجوري وهكذا، فهو نص أنها الباجوري وليست الباجوري. يعني هو من الباجور، من باجور، من باجور منوفية. من باجور منوفية، وهي طبعا بلد يخرج منها العلماء كثيرا. والشيخ إبراهيم ولد 1784، يعني لما جت الحملة الفرنسية كان هو عنده 15 سنة، فترك القاهرة وسكن الجيزة في يعني على بدايات الصعيد كده، علشان خوفا من طغيان الفرنسية، لأن الفرنسيين كانوا يقتلون طلبة العلم ويقتلون العلماء، كان نابليون يقتل 5 كل يوم. فكثير من علماء الأزهر ذهبوا إلى الصعيد من أجل الفرار من هذه المذابح التي كان يقوم بها الجيش الفرنسي. ونابليون نفسه في مذكراته اعترف بهذا، وأنه كان يقتل 5 كل يوم من أهل الأزهر الشريف. قعد سنة قتل 1500. لما نقول إن الأزهر كان فيه 1800، يعني ساب 300، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خيب ظنه، وظل العلماء يتداولون العلم وينقلونه، ومنهم الشيخ إبراهيم الباجوري اللي أتى مرة ثانية إلى الأزهر ودرس على علمائه، الشيخ القلعاوي والشيخ السقا، يعني كان اللي هم بقى بتوع إيه أواخر القرن الثامن عشر.
وربنا أتاه فصاحة كانت هي عمدة مشروعه التجديدي. مشروعه التجديدي كان أن يصوغ مرة أخرى التراث بلغة يفهمها كل الناس، ليست لغة عامية وإنما لغة مفهومة تجاوز فيها المصطلحات، بل ووضع فيها بعض المصطلحات يعني من إنشائه حتى يوصل المعنى إلى الطلاب. فأحبه الطلبة جدا، الطالب لما يحس إن في حد بيفهمه يفرح جدا. الإمام المجبوري ألف في كل شيء، ألف في الأصول، ألف في العقيدة، ألف في الفقه، ألف في اللغة، ألف في المنطق، ألف في آداب البحث والمناظرة، ألف في كل ما يدرس في الأزهر، وحوله من العبارات المعقدة القديمة التي كان الغرض منها الحفظ، يعني تحفظ المتن، من حفظ المتون حاز الفنون، إلى ما الذي يعنيه هذا بالتفصيل والتفريع والتصوير الدقيق الذي بعد ما تفهمه تتغير حياتك وتتغير طريقة تفكيرك وتتغير حتى عطائك للآخرين. فالشيخ البجوري قام بهذا، ولذلك سماه الكثرة بخاتمة المحققين، لأنه لم يكن أثناء هذا العرض الجديد بالأسلوب الجديد وبالصياغات الجديدة مفرطا في شيء مما مضى. يبقى إذن هو سينقل التراث من حالة الغموض إلى حالة فك شفرة التراث والأداء المتميز بأعلى مستوى من التحقيق والتدقيق والترقيق والتزويق والتنميق. هكذا يقول هو أنه في 5 مراحل: التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق والتزويق. يعني عملية مولانا نقول تنقية للتراث مثلا باللغة بقى، يعني لغة العصر أو زي ما بيقال عليه حاليا، نقاه وأعاد صياغته وجعله مهيئا لأن يكون قابلا للتعليم والتدريس. يعني وضع المنهج الدراسي الحديث إن صح التعبير، وضع الكتاب الذي تحتاج إليه، واللي خده الغرب بعد ذلك في صورة تكست بوك. تكست بوك ده يعني المرجع، يعني المرجع الأصلي الذي يرجع إليه في هذا الباب. فكان لما يدخل في علم يفهمه لك ابتداء من مين اللي حطه، ايه الهدف بتاعه، ايه الموضوع بتاعه، ايه اللي بيسموها المبادئ العشر. المبادئ العشر دي كان يتكلم عنها في منتهى السلاسة، ثم يدخل في الشرح وفي الترتيب وفي البيان. فاذا نستطيع ان نقول ان مشروع الشيخ البجوري الاساسي كان يتمثل في الموقف من التراث تدريسا وعرضا وفهما. لماذا يلقب بصاحب الحاشية؟ لأن حاشيته ما زالت تدرس إلى الآن في الأزهر. طرق التأليف تطورت عبر السنين. ففي بداية الأمر في القرون الأولى دونت العلوم، ولما دونت العلوم دونت في صورة عرض، زي مثلا الخليل ابن أحمد لما يجي ويألف في النحو فربنا يرزقه بتلميذ نابه اسمه سيبويه، فسيبويه ياخد كلام الخليل ابن أحمد ويعمل منه مجلدين اسمهم الكتاب. الكتاب في النحو هو كتاب سيبويه،
ولكن الكتاب في النحو ده في الحقيقة لما تيجي تفتح تلاقيه كله بتاع الخليل بن أحمد، كل صفحة قال الخليل قال الخليل قال الخليل. فيبقى إذن الكتب كانت بتؤلف بطريقة يعني ابتدائية كده. بعد كده دخلنا في مرحلة المختصرات والمتون، وبعد كده دخلنا في مرحلة إن هذه المختصرات تبقى بالشعر علشان نحفظها ويسهل حفظها للنعم. بعد كده بقى الشعر ده عايز شرح، فعملنا الشروح، يعني دخلنا في طائفة بالشروح. بعد الشروح دخلنا في قضية الحواشي، فالحاشية معناها تعليق أو شرح للشرح، شرح الشرح، شرح الشرح. يبقى أنا عندي متن مختصر مظبوط، وبعدين المتن ده عليه شرح صح. اسمه الشرح مظبوط. وبعدين اسمه حاشية. لما جت الحاشية جه عليها شرح شرح الشرح اللي هو التقرير، فبقت في تقريرات على الحاشية. التقريرات دي ساعات برضو بتلغز على الواحد، فراح بقى التعليق. يبقى في تعليق على تقرير على حاشية على شرح على متن. فابتدت الحكاية توه، فبدأوا يدعون إلى العودة مرة أخرى إلى ملكة اللغة، لأن أنا دلوقتي هأمسك في الألفاظ ومش هيبقى واعي للمعاني، وما أردته من إيضاح عبر السنين هيضيع مني. فراحوا متدرجين أنفسهم علشان يفهموا المعاني، وده اللي قام به الإمام الباجوري في هذا العصر. طيب أستاذ حضرتك، نستكمل سيرة الإمام الباجوري بعد الفصل إن شاء الله. إن شاء الله. أرجوكم خليكم معنا. إذا كنت قاصداً لمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، فاعلم أنك ستجد هناك هدوء الريف ممزوجاً بحياة المدينة، ومن تلك الروح المصرية الأصيلة التي كانت شاهدة على مولد واحد من أئمة الإسلام ومجدديه هو الإمام الباجوري. هو بدأ الحمد لله ما تلقى العلم هنا وحفظ القرآن في مركز الباجور، بدأ راح مع والده إلى القاهرة، طلع من القاهرة راح على الجيزة، قعد مكس فيها 4 سنين هو والده، وبعد كده رجع الأزهر الشريف تاني، تلقى فيه العلم في الأزهر، وتلقى مع اليد كبار العلماء. ففي هذه الأرض المباركة التي تشع جمالاً وسحراً بامتداد الأراضي الزراعية على جانبي الطريق، والتي تشكل لوحة فنية غاية في الروعة والإبداع من صنع الخالق سبحانه وتعالى، فمدينة الباجور التي سمي الإمام الباجوري نسبة لها كان له منزل كبير بداخلها، تبرع به مبتغياً وجه الله تعالى لعمل توسعات لمسجد النرش بشارع 23 يوليو، أحد أكبر الشوارع التجارية بالباجور والتي تعد غاية في البساطة والجمال، فميادينها تأخذ طابعاً خاصاً ومميزاً، وعلى بعد خطوات من هذه الميادين المتطورة تجد طبيعة خلابة لا تراها سوى داخل هذه المدينة الساحرة. برحب مرة أخرى بفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك كان لكم تحقيق في الحاشية الخاصة بالشيخ الباجوري، مش كده برضو؟ نعم، وهي حاشيته على التوحيد، لأنه له حاشية على الفقه، وله حاشية على المنطق، وله حاشية على التوحيد. فعلى جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد دي عبارة عن قصيدة، فشرحها الشيخ إبراهيم اللقاني. فلما شرحها الشيخ إبراهيم اللقاني هو عمل حاشية على هذا الشرح، فيبقى إذن هو شرح.
أنا جئت بهذا الشرح ولأنه معطاء يعني ينفع أدرسه. العبارة سهلة، المعاني واضحة ودقيقة وشاملة لكل اللي عايزين نوصله في هذا المقام، ونسقته. إذا كان في حديث أخرجه، إذا كان في آية أقول هي في أنهي صورة، إذا كان في شعر أقول مين اللي قاله، إذا كان في علم من الأعلام أقول إن هو اتولد إمتى ومات إمتى وكده، وده بنسميه التحقيق. وكمان عملت له فقرات، أدي الفقرة الأولى، أدي الفقرة الثانية، أدي الفقرة الثالثة، وهكذا. فأصبح وكتبت البيت اللي هو عايز يشرحه فوق بطريقة مخالفة لبقية الشرح علشان يبقى العين سهل عليها إنها توصل. وسميت كل فقرة من هذه الفقرات بعنوان كتبته في الهام الصغير كده، هم يقولوا على ده تحقيق. خدمة الكتاب حتى يصل إلى القارئ من أقرب طريق كما أراده مؤلفه. عظيم. فبننتقي الكتب التي لها تأثير والتي يقبل عليها الطلبة، هو مقبل عليها لأنه فهم، قرأ ففهم، لكن قرأ ولم يفهم فحفظ، ده ما احناش عايزينه. احنا عايزين يقرأ ويفهم، لأنه تملي نتذكر كلام الشيخ أمين الخولي رحمه الله تعالى، أن من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وفهما وعميقا. بعد كده تستطيع أن أنت تختار وتقول أنا مختار ده من ده لأنك فاهم، تستطيع أن أنت تقبل، تستطيع أن أنت ترفض. امتى توصل للدرجة دي؟ لما تبقى فاهم. أكيد. لكن لما تدخل وانت مش فاهم وبعدين ترفضه لانك ما انتش فاهمه، يبقى المرء عدو ما جهل. أكيد. ويبقى احنا جهلة ما احناش علماء. فالامام البجوري لما يجيب لي ويسيب لي حاجة زي كده، بعض الناس يقول لك الله ما هو ده كان في عصره. طب اقراه، اقراه وشوف انت فهمت ولا ما فهمتش. فتجدوا أنه تحقيق هذه الكتب ونشرها بصورة تجعلها أقرب إلى القارئ المعاصر، برضو دي خطوة من خطوات المشروع التجديدي، خدمة للمشروع التجديدي الذي أتى به الشيخ إبراهيم، أو بمعنى أصح الذي منحه الله سبحانه وتعالى للشيخ إبراهيم، لأنها منحة ربانية و عطية صمدانية كما كانوا يقولون. كان دائما على علاقة يعني بالحكام وبالولاة، وكانوا دائما ما يحضرون دروسه، فإلى أي مدى كان مؤثر في الحياة السياسية وقتها أو يعني في دوائر الحكم إنجاز التحكم؟ أنا أدي لك مثال فضل. عجيب شوية ولكن التاريخ كده. كان عندنا في هذا العصر اللي كان فيه الشيخ البجوري شيخا للأزهر كان عباس الأول. فجه وراح نائل رفاعة الطهطاوي السودان، وجه وراح ألغى البعثات العلمية إلى فرنسا، وجه راح محول البعثات العلمية لاحتياج مصر إليها الشديد إلى ألمانيا. لو قريت الفرمان بتاعه وهو كاتبه في القضية دي يقول وتوجه البعثات العلمية إلى ألمانيا حيث إنهم كانوا يأتون من فرنسا فلتانين، بنفس اللفظ ده كده. ومشهور عن ألمانيا أنهم أهل جد واجتهاد حقيقي. عباس كان يحضر لدروس الشيخ البجوري وكانوا يجيبوا له، ما هو مش عارف يقعد على الأرض لأنه لابس البنطلون ولابس بتاعه الهيئة الخديوية دي اللي هو متصور بيها، فكانوا يجيبوا له كرسي من عند قهوة كانت تحت محمد بك أبو الدهب اللي هو نسميه احنا باب المزينين، لأنه كانت الحلاقين تقعد عند الباب ده عشان الطلبة
وكان الحلاق اسمه مزين، فيجيبوا الكرسي ويخلوا عباس باشا. فالشيخ الباجوري ما يقومش، بيدي الدرس ولاقي عباس باشا ده هو الخديوي داخل، فيقول له يعمل له كده يعني اقعد، يعني اذن له ان يجلس، ويجيبوا له الكرسي اللي هو الخوص ده بتاع القهاوي القديمه ويجلس عليه وينصرف بعد ما يخلص. في يوم من الايام، انا كل الحكايه دي بقولها لك علشان اجيب لك القصه دي، استدعاه الخديوي عباس، وده موجود في التاريخ وموجود في الكتب كثيرا، وقال له انا بفكر ان انا اطرد الاقباط من مصر، فعايزك تديني فتوى انه احنا ايوه نطردهم. وانا جهزت الحكايه وعملت تفكير كويس قوي ان احنا نوديهم كلهم على بعضهم السودان، وعلشان يبقوا بعيد عن ملكي وعن عاصمتي. قالوا يعني انا مش فاهم، يعني هتودي الاقباط فيما هتخرجهم من ديارهم؟ قالوا اخرجهم من ديارهم وابعدهم عني. قالوا ما ينفعش، دين الاسلام ما بيقولكش كده، ممنوع. قالوا بس انا عايز كده. قالوا ده ضد الشرع الشريف، ما اقدرش افتي لك بكده. ده الشيخ الباجور اللي الشيخ الباجور. فغضب عليه غضبا شديدا وقال للراجل ده شيلوه من قدامي. دخل الناس وقال لهم شيلوه، ومشي الشيخ الباجوري. والتاريخ يروي انه اشتكى لزوجته من الخديوي، يعني قال لهم ده الراجل ده اخرته مش هتبقى كويس الخديوي ده. وفعلا الخديوي قعد ما فيش 6 سنين الخديوي عباس، وحتى في شبهة لقتله أن العائلة قتلته، وفي بيقولوا لا ما قتل ده، هو حدث حادثة أو كذا إلى آخره فمات. وعلى كل حال الشيخ الباجوري بموقفه هذا أعز الإسلام والمسلمين، وبين للعالمين أن الأقباط مواطنين مثل المسلمين ما هم مواطنين، ومثل كان اليهود موجودين مواطنين، وأن المواطنة أمر لابد منه خاصة في عصرنا الحديث. طبعا المواطنة النبي عليه السلام عملها في المدينة الأولى، وكتب صحيفة المدينة ليجمعهم عليه، إنما الموقف ده وعدم محاباة الشيخ الباجوري أو عدم خوفه من السلطان، مع أنه كان عنيفا وقاسيا وشيء من هذا القبيل، إلا أنه أبدا لم يلي. رحمة الله عليه. أنا شاكر فضيلة الدكتور علي جمعة، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا بكم. شكرا موصول لحضرتك. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة أن يفطر أحدهم في رمضان خوفا من الإصابة بكورونا، والصحيح أنه إذا أصيب أفطر وعالج نفسه بمقررات العلاج، أما إذا لم يصب بشيء من ذلك فعليه أن يصوم فرض رمضان، لأن صوم رمضان ركن من أركان الدين. يا رب أمرتنا بصلة الأرحام، فاللهم وفقنا إلى صلة الرحم وإلى الدوام على ذلك، فإن أحب الأعمال إليك أدومها وإن قل، فاللهم اجمع شملنا وصل أرحامنا يا كريم.